أهلا ومرحبا بكم من جديد في ظلال أصيل، مساحات متنوعة متجددة تجمع بيننا وبينكم. المساحة الثانية هي إهداء لكل مشاهدي ظلال أصيل، وفيها نتناول تجربة شابة نهديكم فيها عدد من الألحان ونستمع سوية ونقيم هذه التجربة الفنية الشابة. ورحب باسمكم جميعا بضيفنا داخل الاستوديو فنان الشاب مازن محمد نور. مرحب بك حبابك. مرحب بك أخ نزار، ومرحب بكل أسرة قناة الشروق وبمتابعينا وبكل الشعب السوداني إن شاء الله. مرحب بك مازن، نحيي عبرك الفرقة الموسيقية الشباب الجميلين المعانا هنا. وخلينا نبدأ يا مازن بسؤالنا الأول، هو من 200 مازن بغني؟ والله طبعا البدايات يعني من بدري شديد، يعني هي ابتدت بالدورات المدرسية من الأساس، يعني لحد الآن يعني بديت من الدورات المدرسية. جميل. طيب نحن قبل ما نخش في بقية محاورنا شوقنا الناس، خلوني يسمعوا صوت مازن في الغناء. حنغني شنو؟ جدا نغني جاي تفتش الماضي للأستاذ تجاني حاج موسى، إن شاء الله يعني نقدر نعمل حاجة حلوة كده. جميل، نسمع جاي تفتش الماضي. تذكر حكايتي معاك تلاقي القصة جد مر، وهل راعيت شعور مضنا بالزمن مره بتذكر حكايتي معاك تلاقي القصة جد مره، وهل راعيت شعور منا تزيدني في هجرك، أقول لك زيدني ما أحلاك، لا نفع التوسل لك ولا هجران يوم أماك، وجاي بدي شمال
بدر الجبيت دمعات انسى اغفر ليك انا وجفي دمعك الغالي واسامحك ما عشان عيني الله جيت تترجى بيت دمعات اسامحك انسى اغفر ليك جفي دمعك الغالي وسامحك ما عشان عينيك عينيك عشان تتعلم الغفران وتصبح لو زمن جار Thank you.
شكرا يا مازن على هذا الاختيار وعلى هذا الأداء. وخلينا نبدأ يا مازن بسؤال مهم ربما يكون مباغت، وهو ليه أصبح في إنتاج كثير من الأغنيات وجودة أقل؟ والله أنا طبعا يعني الموضوع ده حقيقة الأغنى السوداني والإنتاج الفني السوداني الفنان بيجتهد براءه من اجتهاده الشخصي، فبشوف إنه يعني ما في دولة راعية للقصة دي، ما في. أنت شايف إنه الدولة ما قاعد تدعم؟ ما في دعم. طيب لكن يا مازن يعني في معظم الدول الدولة لا تكون داعم للفنانين بصورة مباشرة، ربما تدعم بعض الجهات أو المؤسسات التي من شأنها دعم مسيرة الفنان، لكن مسألة جودة المحتوى وبقائه في الساحة بترجع للفنان بصورة كبيرة. عشان كده أنا سألت ليه في إنتاج كثير وجودة أقل؟ ما هو أنا أتكلم عن إنه الوضع الاقتصادي ذاته ساهم في الحتة دي، يعني الوضع الاقتصادي. طيب أشرح لنا كيف. بيجا في كمية بتاعت فنانين، لأنه موضوع الغنى بيجا يعني هو اعتباره أكل عيش وفيه عائد أكتر، فاللجوء له بقى أكتر يعني في الفترة الأخيرة دي. فزي ما قلت أنت بقى في إنتاج كتير وجودة أقل يعني والإنتاج بتشابه، يعني الحاجات بتشبه بعض وفي مسار واحد، فأفتكر ده السبب أنت يعني أنت شايف إنه الوضع الاقتصادي له أثر، خلى الناس أثر. تقبل على الغنى كمهنة. أيوة كمهنة وأهملوا مسألة جودة أيوة الواحد الفنان يشتغل مثلا الغنية الماشية في السوق أيا كانت، يعتمد مثلا على الغنى الجميل الموجود في وجدان الناس، زي ما غنوه الفنانين الرواد اللي سبقونا اليوم التحية، فبيقى في مسار معين الناس ماشية فيه، فده السبب الرئيسي. جميل. طيب وجود منصات السوشيال ميديا كبديل للإعلام التقليدي كيف ساهمت في انتشار الفنان وفي ذات التوقيت خصمت من وجود الفنان على مستوى الساحة؟ يعني أنت كيف بتنظر لمسألة وجود منصات التواصل الاجتماعي؟ والله هي ساهمت بشكل كبير شديد، ويعني في 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 ظهور حاجات كثيرة شديد، ظهور حاجات يعني نحن ذاتنا ما كان قاعدين نسمع. زمان كان الإعلام محصور في قنوات معينة فضائية، هسه الإعلام بيجي في تلفونك، يعني أنت ممكن من خلال تلفونك تقدر تقدم مادتك اللي أنت دايرها أو المحتوى اللي أنت عايزه. ففي حاجات كثيرة ودي حاجة كويسة، ما حاجة كعبة يعني. إنه تظهر ثقافات شعوب، تظهر ثقافات ناس تانيين نحن ما قاعدين نوصل لهم، أو الكاميرا بتاعت القنوات الفضائية ما قدرت أتصل لهم، الواحد عبر تلفونه ممكن يوصل مادته ويوصل المحتوى اللي عايزه يعني. جميل. تختار لنا يا تلحن تاني؟ أنا نمشي لأهلنا الشريك، تحية يعني جميلة جدا لأهلنا في الشريك، هنغني اللوري. جميل. مع الشباب. اسمع اللوري. نسمع اللوري.
الاختيار الجميل والتنوع ده بيقودنا مباشرة لسؤالنا الجاي وهو التنوع في الإيقاعات المفروض يغني بها الفنان عشان يعمم تجربته لكل السودان. السودان ده غني بالإيقاعات، تلقى الدليل في الشمال، الفرنجبية في الغرب، الوسط تلقى المردوم والتمتم وغيره. المفروض تنوع تجربة الفنان من حيث الإيقاعات والألحان. والله يعني لا 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 لا. التنوع داخلك يعني خلق لولا التنوع والتراث لا يعني التنوع خلق في شخصية أي فنان سوداني حاجات جميلة جدا جدا. الإيقاعات الغنيت بها أنت ياتو نوع من الإيقاعات الغنيت بها؟ والله انا بغني الخماسي، بغني لكل مدرسه خماسي، اي من ابتداء من الحقيبه للرواد للغنى الحديث كله يعني. يعني غنيت كل الايقاعات؟ أيوه السودانيه. ايوه ايوه. طيب ليه اي فنان لازم يبدا بالحقيبه؟ والله هي موروثه اكيد طبعا، يعني موروثه وبدايه اساس الغنى السوداني. طيب 200 الفنان يا مازن المفروض ينتقل من ترديد الاغنيات المسموعه الى انتاج اغنياته الخاصه. والله متى ما حس انه هو خلاص يعني تشبع بالغنى وتمكن تماما عداك يعني خلال كم؟ هل هي فتره زمنيه محدده ولا فتره مفتوحه يعني؟ بينه وبين نفسه هو اذا حس انه هو قادر كفنان وشخصيته الفنيه اكتملت يلجا لغناه الخاص يعني. طيب ممكن الشخصيه الفنيه الفنان تاخذ 10 و15 سنه، هل طول هذه الفتره يقدم الفنان نفسه باغنيات الغير؟ نعم ممكن شخصية الفنان المكتمل بتحدث عنه ممكن تأخذ 10 أو 15 سنة عشان تتكون شخصيته. هل طول هذه المدة يظل الفنان يردد أغنيات الغير ولا في فترة محددة من المفترض أن يحدد الفنان بينه وبين نفسه عشان ينتقل من ترديد أغنيات الغير إلى إنتاج غناه الخاص يعني؟
والله اكيد في فتره، في فتره يعني انت بتحتاج، انت بتغني الغنى، الغنى اللي اتغنى قبل كده الغنوه قدامك عشان يعني تقدم بيه نفسك. تقدم بيه نفسك والناس يعرفوك بيه، الناس تتقبلك. هاي يعني احنا لو ما بدأ يعني الواحد بيقول ما عنده قديم ما عنده جديد. طيب جميل، احنا لحد هسه متفقين يعني مازن انه الزول المفروض يقدم اغنيات مسموعه عشان الناس يعرفوه. نعم. 200 المفروض الفنان يقدم اغنيه خاص بعد ما يكون يعني خلاص يعني عنده جمهور وعنده الناس المتابعين وعنده الناس اللي بيحبوه، بعدك من خلال الناس اللي يقدر يقدم حاجته. طيب الخاصه انت انتجت اغنيه خاص؟ اكيد اكيد طبعا. عندك كم عمل كده من الاعمال الخاصه؟ عندي يعني زي 5 أعمال حاليا في مرحلة إنتاج وكده، وبتتقدم إن شاء الله في خلال الأيام الجاية والشهور الجاية بإذن الله. طيب منو من الشعراء والملحنين تعاملت معهم؟ تعاملت مع كثير، تعاملت مع كثير من الشعراء، من ضمنهم ليو التحية من هنا أحمد النعمة، وتعاملت مع حيدر أحمد، لهم كل التحية، ديل أصحابي شديد جدا، فبنتقي منهم الحاجات اللي أنا بتعجبني. جميل. في فرقتك في شاب جميل بيعزف عود، حنشوفه بعدين جدا. بيعزف عود اسمه أرغم، زول ده بيكتب شعر عارف؟ يا سلام، راجل فنان جدا أرغم. راجل شاعر. أيوة. دي مساحة تصطاد لك منه قصيدة أو قصيدتين تطلع تطلع بيها من هنا. طيب جميل، خلينا نختار لحن تاني نسمع شنو. طيب نحن حنمشي نسمع حاجة يا سيرة يوم الليلة الزول معلومة ورانا أسبابه. جميل. ونجي راجعين.
شكرا على الاختيار الجميل. وخلينا ننتقل لمرحلة تانية وهو الدعم لك في مسيرتك الفنية. والله الدعمين أكيد الأسرة، اليوم التحية من هنا الوالدة والوالد وأخواني، والدعم الحقيقي الحقيقي الشباب الجميلين معاي ديل نحيهم مرة تانية. فرقة الموسيقية، فرقة الموسيقية ديل أكثر ناس أنا يعني أكون لهم احترام، هم الدعم الحقيقي. طيب برضو أتكلم عن تجربة الفيديو كليب ودوره في انتشار الفنان ودعم مسيرته الفنية. والله مهمة جدا طبعا، يعني أي مادة الفيديو كليب بوصل رسالة بطريقة مكتملة. فأنا شايف في الفترة اللي فاتت في يعني في إنتاج لغنى عن طريق الفيديو كليب بشكل جميل شديد، ودي حاجة كويسة. طيب هل عندك مشروع فني معين يا مازن؟ والله أنا أسعى إنه وحابب إنه أنا أقدم مازن يعني الناس تحس فيه كل شيء، تحس فيه الشرق الشمال الجنوب الغريب الوسط، أغني أي حاجة. طيب كيف بتخطط لإنه تقدم مازن ده؟ خططك كيف عشان تقدمه؟ عملت شنو عشان تقدم مازن بالصورة فتكون شاملة لكل مناطق السودان؟ والله ما هو يعني حاليا الناس اللي بنتج في حاجة دليل كده يقول ما قايل المحبة عذاب وفي الحب ناس بيموت وحن ينزل مريضة والأحزان يكون آخر جزء العاشقين لكلمة أحمد النعمة هي دليب، وأنا من أقصى شمال كردفان مشيت للدليب ودائرة لف كده يعني أغني للغريب أغني للشريك أغني للوسط أغني الحقيبة يعني. طيب شنو يا مازن العقبات اللي بتواجه أي فنان في بداية مسيرته الفنية؟ والله العوائق كثيرة جدا يعني، هي الإعلام زمان كان الإعلام يعني الواحد بيكون مبدع بيكون عنده الفن يعني، بس عشان يصل الموضوع بيبقى صعب شديد. هسه الإعلام بيبقى متاح. طيب زي ما قبل كنا بنتكلم في موضوع المنصات البديلة والسوشيال ميديا. فده كان يعني دي العقبة الثانية. دي الأولى. الثانية يعني الإنتاج ذاته الفنان بيتعب شديد عشان ينتج أغنية ويبرف. طيب الناس ممكن ما في جو المعاناة اللي أنت عايشها، شرح لنا شكل المعاناة اللي بيلقاها الفنان عشان ينتج أغنية، يعني المشاكل شنو اللي بتواجهه؟ والله هي المشاكل اللي أنا بتكلم عنها قبل اللي هي المشاكل الاقتصادية. الفنان يعني ممكن يكون معتمد على الغنى ده كأكل عيش في بداياته يعني، مثلا يكون عنده كم حاجة بيعمل فيها ما قادر مثلا ينتج عشان يظهر حياته بشكل، يكون عنده أولويات مثلا لحاجات تانية عشان يوصل للحاجة دي ذاتها، الموضوع ده بيبقى صعب بالنسبة له شديد. وده أنا بعتبره عائق من هذا ممكن تواجه الفنان. طيب برأيك شنو فيما يسمى بالأغنية الشبابية؟ تعتقد إنه في حاجة اسمها أغنية شبابية؟ ولا أنت ضد التصنيف ده؟ لا أبداً، أنا شاب ذاتي وأنا مقدم نفسي وأنا واحد من الشباب يعني. هي ساهمت بشكل كبير جداً وصول حياة كثيرة. نحن زادنا يوم من الأيام تعلمنا منها في مدارس كثيرة شبابية، نحن تعلمنا منها محمود عبد العزيز، أحمد الصادق، معتز الصباحي، كمدارس متنوعة مختلفة. هذا ما بقدر يعني اتجاوزه. طيب في رايك يا مازن بيخلي ذا الاغنيه اكثر وخليها تقعد فتره طويله؟ نحن قبل تكلمنا عن مساله الانتاج الكثير والبقاء الاقل، هي الكلمات ولا اللحن؟ الكلمه اكيد طبعا، الكلمه لازم تكون هي يعني متوازنه، كلام نمط، كلام بيخش البيوت يسمعوا في اي حته، ما بتكون في حياه انك انت الليله تسمع الحاجه دي ولا كده. الكلمة إذا بقت قوية أكيد طبعاً بنجح. طيب أنت كيف تختار الكلمات المفروض تغنيها؟ سواء كان من غنى مسموع أو غنى جديد؟ تياري الكلمات الحياة اللي أنا بحبها، الحياة اللي أنا عايشها، الحياة اللي أنا حسيتها أكيد طبعاً هختار، يعني ما هتأخر في أن أختار. جميل. هتختار لنا أنا يا غنية للختام؟ آخر غنية نحن نختم بها في بيان. فيفيان. جميل. دي كانت مساحتنا معكم في ظلال الأصيل اللي امتدت منذ 5:30 وحتى الآن، واللي
قسمت على جزئين. الجزء الأول كان الحوار مع ناطق الرسم ورئيس وزارة المالية، الحديث عن خطط وزارة المالية والعقبات التي تواجه وزارة المالية ومرتبات العاملين للدولة ومعاناة وزارة المالية مع الأخبار المضللة. المساحة الثانية استعرضنا فيها تجربة الفنان الشاب مازن محمد نور اللي قدمنا من خلال عدد من الأغنيات، غدا بإذن الله تعالى تلاقي جديد وفريق عمل جديد حتى ذلكم الحين. تحياتي وفريق العمل. نختم مع فيفيان. مازن، I said.